قوم النادي الاهلي خلال الفتره او خلال السنوات الاخيره. كابتن مؤمن زكريا، مؤمن زكريا طلع مع زميلنا مهيب عبد الهادي في الام بي سي وعمل حلقه الحقيقه كسب بيها تعاطف كل الاهلاويه، مش كل الاهلاويه فقط، كل مصر الحقيقه. حاجتين مهمين جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم. الحاجه الاولانيه ان مؤمن زكريا بالنسبه لي انا كشخص، يعني هو اخويا الصغير يعني، بتكلم معاه كتير جدا جدا جدا، وبيني وبينه حاجات كتيره جدا جدا جدا. مؤمن عنده قناعه ان هو هيرجع يلعب كره قدم مره اخرى، طول ما هو وزي ما هو قال الحقيقه، قال هيختم حياته في النادي الاهلي، والنادي الاهلي دائما لا ينسى ابنائه. خدوا بال حضراتكم الكلام ده، لان الكلام ده من الناحيه المعنويه والناحيه النفسيه مهم جدا جدا جدا. ممكن يكون تعرض لبعض الضغوط خلال الفترة الأخيرة إن هو ما بيلعبش. أي لاعب في الدنيا يا جماعة، أي لاعب في الدنيا ما بيلعبش، كان بقاله فترة طويلة بيلعب بشكل مستمر وبعدين الإصابة بتمنعه من إن هو يلعب، بيبقى نفسيا من جواه ومعنويا الموضوع صعب جدا بالنسبة له. فمؤمن من نوعية اللعيبة دي. في لعيبة بتبقى مقضياها، اللي هو إيه؟ مصاب ولا مش مصابة، ديني موجود وبقبض كل أول شهر وخلاص. لكن نوعية مؤمن زكريا مش كده. مؤمن زكريا واحد من أهم وأفضل اللاعبين في النادي الأهلي في السنوات الأخيرة. يعني مباراة السوبر القادمة إن شاء الله هتبقى يوم الجمعة القادم يوم 20، مؤمن دايما كان متعود يجيب أهداف، كانت أغلبها دايما بتبقى في نادي الزمالك. مباريات السوبر غالبا ما بتبقى ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وغالبا النادي الأهلي هو اللي بيكسب هذه المباريات. مؤمن دايما كان بيجيب اهداف في نادي الزمالك وفي الانديه اللي بيلعب ضدها في مباريات السوبر. فمؤمن واحد من افضل اللاعبين اللي فضلوا موجودين او تواجدوا في النادي الاهلي خلال السنوات الاخيره. ان شاء الله كل الدعم من امبارح للنهارده دعم كبير جدا جدا لمؤمن زكريا خلال هذه الفتره، من الاهلاويه ومن الزملكاويه ومن الاسماعيلاويه ومن الاتحادويه، من كل الناس الحقيقه. كل اللي عارف مؤمن زكريا يعرف قد ايه هو شخص جميل جدا جدا، بيتكلم على طبيعته، ما عندوش اي حاجه، يعني ما عندوش سواد جواه، فهو شخص طيب وشخص بيتكلم بطبيعته جدا جدا جدا. اتمنى له يا رب السلامه، ان شاء الله يرجع بالف سلامه. ومؤمن اتقال له كلمتين من المسؤولين هنا في النادي. اتقال له يا مؤمن يوم 2/3 شهر 2/3 سنة، أنت دايما أنت لاعب في النادي الأهلي وهتظل دائما موجود في النادي الأهلي، والنادي الأهلي عمره ما هيسيبك، عمره ما هيسيبك في كل النواحي، نواحي مادية، نواحي معنوية، نواحي نفسية، كل النواحي. لأن مؤمن زكريا أعطى للنادي الأهلي، والنادي الأهلي لا ينسى أبنائه أبدا أبدا. واللي حضراتكم شايفينه مؤمن ده كان احد اسباب فرحه جماهير النادي الاهلي لسنوات يعني، على الاقل في الاربع خمس سنين اللي فاتوا. وبالتالي ده دايما اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، ده دايما اللي احنا متعودين منه من النادي الاهلي، ان النادي الاهلي هيقف مع ابنائه لغايه اخر لحظه، وهيقف بكل قوه بكل قوه وبكل شده. ويعني مؤمن كانه لاعب في النادي الاهلي، هو لم يقيد في هذه الفتره ولكن كأنه مقيد رقم واحد. هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي اتعلمناه من النادي الأهلي. ممكن فنيا لو انت مش عايز، مش بتكلم على مؤمن، بتكلم بشكل عام، ممكن تبقاش عايز اسلام فنيا فيمشي في نص عقده او كذا او كذا، لكن ان انت تستغنى او تسيب لعيب في ظل اصابته، مش هو ده النادي الأهلي. ممكن أندية تانية بتعمل كده، لكن في النادي الأهلي لا، النادي الاهلي مختلف تماما في هذه الامور، وهيفضل واقف ورا مؤمن زكريا لغايه لما يرجع، وان شاء الله ان شاء الله نشوفه في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. زي ما حضرتك